في بلد لا تفسح السلطة فيه المجال إلا للرواية الرسمية، شكلت الروايات الأخرى عند مقتل أي شخصية سورية مادة جذب دوما للمواطنين الذين كانوا يتناقلونها همسا. وكانت نظرية الموت المدبر تزداد رجاحة كلما ازداد قرب المتوفي من دائرة القرار. كذلك نريد أن يكون البحر بحر سلام وصداقة تحلق في أجوائه طيور النورس لا طائرات القتل والتدمير. في منتصف التسعينيات كان باسل الأسد النجل الأكبر للرئيس السوري أنذاك حافظ الأسد، قد وصل إلى عتبة 30 من عمره وأصبح ضابطاً في صفوف الجيش بصفة مهندس مظلي. وكان في نظر الكثيرين قد بات الوريث المؤكد للحكم، خصوصاً بعد أن أعلن عن بدء حملة لمكافحة الفساد المستشري داخل المؤسسات الحكومية، إلا أنه في صبيحة 21 من كانون الثاني من عام 1994 قضى بشكل مفاجئ إثر انقلاب سيارته على الأوتوستراد أثناء توجهه إلى مطار دمشق الدولي. استمر عزاؤه لخمسة عشر يوماً، ووصف مقتله بأنه أكبر ضربة تعرض لها والده، ورجح كثيرون فرضية الاغتيال، إذ اتهم البعض عمه رفعة الأسد الذي كان قد غادر البلاد قبل نحو عقد بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب على نظام، فيما اتهم البعض تل أبيب بالوقوف خلف العملية بسبب العلاقة التي كانت تربط باسل الأسد بقيادة حزب الله. إلا أن فاروق الشرع وهو وزير الخارجية في زمن الأسد الأب أكد في كتابه الرواية المفقودة أن الحادث قضاء وقدر، وأن حافظ الأسد أشرف على التحقيق بشكل شخصي لكثرة شكوكه. محمود الزعبي كان ركناً من أركان النظام الحاكم طوال تلك السنوات. محمود الزعبي رئيس وزراء سوريا من عام 1987 إلى عام 2000، حيث أقيل من منصبه لاتهامه بالفساد بعد اكتشاف مستندات مزورة بما يخص صفقة طائرة إيرباص من طراز 2320 التي كانت تكلفتها 250 مليون دولار أمريكي، لكن حكومته دفعت 374 مليون دولار، ففصل من حزب البعث وفرضت عليه الإقامة الجبرية. قلت مع الرئيس إنه أنا بدي انتحر، قلت له لا ما راح أحكي، ليش بدك تنتحر؟ وفي 21 من أيار 2000 أقدم على الانتحار، حيث قالت وكالة الأنباء الرسمية سانا أن الزعبي أقدم على هذا الفعل حتى لا يقف أمام المحكمة، لكن المعارضة السورية أنذاك قالت أن المخابرات قامت بتصفيته بعد أن هدد بكشف كل صفقات الفساد ومن يقف وراءه من داخل القصر الرئاسي. يا اللواء كنعان ما تسرب من لجان التحقيق ظلما وبهتانا عن أشياء لم تحصل. غازي كنعان الاسم الذي ذاع صيته كثيرا في لبنان بسبب شغله لمنصب قائد جهاز الأمن والاستطلاع للاستخبارات السورية في بلاد الأرز ما بين عامي 1982 و2000، وعين عام 2003 وزيرا للداخلية في حكومة محمد ناجي عطري، وبقي في هذا المنصب حتى 12 من تشرين الأول 2005 حيث انتحر بحسب الرواية الرسمية بعدما أطلق النار من مسدسه الخاص على رأسه. الموضوع ببساطة هو أن السيد وزير الداخلية اللواء غازي كنعان انتحر اليوم قبل الظهر في مكتبه، واختيل بحسب الرواية غير الرسمية الأكثر رواجاً، خصوصاً أن اسم كنعان كان مرتبطاً حينها بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وكان الأعلام اللبناني قد شن حملة ضخمة عليه دفعته إلى الظهور إذاعياً قبل ساعات من وفاته مع الإعلامية وردة الزامل عبر صوت لبنان. نأمل الموضوعية والرجوع للذات وأن يتقوا الله فيما يقولون، لأنه بعتقد هذا آخر تصريح ممكن أعطيه.
اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين. في عام 2013 وبالتزامن مع سيطرة المعارضة على مساحات واسعة من الأراضي السورية، كان محمد سعيد رمضان البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام وإمام الجامع الأموي بدمشق المعروف بقربه من حافظ الأسد ولاحقاً من نجله بشار يحاول إمساك عصا الموقف من المنتصف. فعلى الرغم من عدم تأييده للتظاهرات، إلا أنه في الوقت عينه دعا إلى ضبط النفس وعدم استخدام السلاح ضد المدنيين من قبل الأجهزة الأمنية. في ليلة 21 من آذار، وبينما كان البوطي في مسجد الإيمان بحي المزرعة يعطي درساً دينياً لعدد من الأشخاص، دوى صوت انفجار داخل المسجد فقتل إلى جانب 42 شخصاً. الرواية الرسمية اتهمت المعارضة بتنفيذ العملية، فيما أكد معارضون أن البوطي اختيل من قبل النظام لأنه كان على وشك الانشقاق. وطلبوا مني أن أنقل تمنياتهم لسيادة الرئيس بموضوع أخلاء الموقوفين، الأطفال الموقوفين في دمشق أو الموقوفين هنا في درعا. رستم غزالة، ضابط برتبة لواء، خلف غازي كنعان في قيادة الاستخبارات السورية في لبنان، بقي في هذا المنصب حتى الانسحاب عام 2005، وكان من أوائل الضباط السوريين الذين جرى استجوابهم من قبل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رفيق الحريري. الذي حدثونا هي الأخ رستم غزالة. عين غزالة رئيساً للأمن السياسي في البلاد خلفاً للواء محمد ديب زيتون، حيث يقال أنه ساهم بشكل كبير في قمع المتظاهرين وخاصة في درعا. أقيل من منصبه هذا في آذار من عام 2015 بعد صراع عسكري بينه وبين رئيس شعبة الأمن العسكري اللواء رفيق شحادة الذي كان الحارس الشخصي الأبرز لحافظ الأسد، لتعلن وفاته بنوبة قلبية بعد مدة قصيرة من ذلك، فيما تحدثت المعلومات عن قتله بشكل متعمد بعد ضربه والاعتداء عليه ورمي قنبلة باتجاهه أدت إلى إصابته في قدمه وعينه اليسرى، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري، حيث تحدثت مصادر عن تعرضه هناك للحقن بإبرة تحتوي على مادة سامة روسية الصنع. العسكري أو الجندي اللي جاي من دير الزور واللي جاي من اللاذقية واللي جاي من طرطوس عم يقاتل بأقصى جنوب سوريا بقرفة ليدافع عن أهل قرفة من القتل والتشريد والسبي، بجوز يظن بينه وبين نفسه أنه أنا جاي أدافع عن قصر رستم الغزالي، لذلك أنا دمرت بيته. نحن الوحيدين سبتك في هذه الدولة الذين تشاركنا شعب ومعارضة بين قوسين ورئيس الإصلاحات. أما آخر المنضمين إلى قائمة المتوفين بظروف غامضة فهي المستشارة الإعلامية الخاصة للرئيس بشار الأسد لونا الشبل، حيث يرجح البعض أن ما حصل لها هو عملية اغتيال خاصة، إذ نشر تلفزيون سوريا المعارض تقريراً يتحدث فيه عن قيام سيارة رباعية الدفع مصفحة بصدم سيارة شبل من الخلف على أوتوستراد يعفور لإجبارها على الارتطام بالحاجز الإسمنتي، علماً أن وفاتها تأتي بالتزامن مع معلومات تتحدث عن إيقاف شقيقها العميد ملهم الشبل بتهمة التخابر مع جهات أجنبية ومنع زوجها عمار سعاتي من مغادرة البلاد، لكنه ظهر في موكب تشييعها. بحكم عملي أو فكري أو طريقة أدائي بالعمل، إما أن أكون أمام الكاميرا وإما أن أكون خلف الكاميرا.